ليلة القدر إن شاء الله، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله أن هذا الإفطار الجماعي يكون إن شاء الله على السنوات الماضية وتكون قادمة إن شاء الله، نتواصل إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. إحنا دائما نسعى لتغيير جو الإقامة، خرج الطالبات من جو اللي عايشين في الإقامة وما نحسهمش أنهم بعد عن أهل تاعهم. بارك الله فيك، شكرا.